احنا طبعا النهارده عرضنا مشروع قانون الخدمه المدنيه علشان يكون ان شاء الله قانون بديل لقانونين جاريين حاليا. القانون الاول هو قانون 47 لسنه 78، وده الحقيقه اطول قانون خدمه مدنيه في تاريخ البشريه، تقريبا 36 سنه. يعني الحقيقه بكل الاراء محتاجين قانون خدمة مدنية جديد. عندنا عدد كبير جدا من التشريعات والقرارات، وبالتالي عاملة تضارب كتير. عندنا زي ما السيد رئيس الوزراء أوضح، عندنا خلل شديد جدا في هيكل وفي جداول الأجور اللي موجودة، وبالتالي محتاجين نصلحه. محتاجين قواعد جديدة لشغل الوظيفة العامة ولأسلوب الترقي والتقييم الأداء. احنا بنفتح في هذا القانون عدد من المحاور الحقيقة، طبعا بالإضافة لقانون 47 في قانون 5، قانون القيادات. أيضا القانونين دول مجموع موادهم حاليا 124 مادة. احنا القانون الحالي اللي احنا مقدمينه 64 مادة فقط، قانون أبسط بيدي مساحة أكبر ل يعني عملية ترقي دائم، إن الموظف يحس إن هو في حالة ترقي دائم. بنقلل المدد البينية لتكون 3 سنوات بدل ما هي 8 سنوات حاليا عشان يترقى من درجة لدرجة أعلى، وبالتالي الحقيقة الموظف يحس إن هو في حالة ترقي دائم. هنلغي خالص فكرة الرسوب الوظيفي اللي احنا كلنا والموظفين كلهم بيعانوا منها بشكل كتير. فكرة إن مسمى القانون نفسه ليه دلالة. الحقيقة القانون الحالي قانون 47 اسمه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. احنا القانون الجديد قانون اسمه الخدمة المدنية، لأن الهدف في الآخر هو خدمة مدنية، هو بتقدم خدمة للمواطن، ويجب أن تكون هذه الخدمة على أعلى درجة من الجودة وتحظى برضا المواطن. الخلل الأساسي اللي كان في هيكل الأجور إن شاء الله بنعالجه من خلال القانون الجديد. بدل ما نتكلم على 20% أجر أساسي و80% متغير، النهاردة بالتعديلات الجديدة اللي هتتم على القانون إن شاء الله هنقرب جدا من إن تكون النسبة 80% مقابل أساسي مقابل 20% متغير. الموعد يفهم موعد احنا القانون يا فندم، احنا ناقشناه النهارده ان شاء الله باذن الله، لانه موضوع من الموضوعات المهمه. ايضا بنستكمل الاسبوع القادم، وباذن الله بيطرح باذن الله يعني للمجلس الدوله علشان تبدا الاجراءات التشريعيه عشان يصدر القانون. متوقعين القانون ان شاء الله يصدر قبل يعني خلال الشهر الحالي او في مطلع الشهر القادم يبدا تفعيله. احنا ان شاء الله اولا احنا حاطين بمنتهى الشفافيه والوضوح خطه الاصلاح الاداري للدوله، اللي من ضمنها قانون الخدمه المدنيه الجديد، ومتاح على الموقع الالكتروني للوزاره. هنعمل اكثر من فعاليه خلال الفتره اللي جايه عشان نعرف الناس بالقانون بشكل افضل. برضو فكره ان الوظيفه تكون على اساس الكفاءه بدون اي اعتبار للواسطه والمحسوبيه، ده اكدنا عليها في القانون الحالي. بالتالي هيبقى في نظام مركزي واختبارات مركزيه كمبيوترايزد، بحيث ما يبقاش فيها عنصر تدخل، عنصر بشري كبير، وبالتالي نلغي فكره الواسطه والمحسوبيه. عندنا الحقيقه عدد من الحاجات اللي هي مهمه جدا للمواطن النهارده. المراه العامله بتحظى ببعض المزايا الاضافيه زي ما الدستور قال لنا عليها، والحقيقه احنا من الحاجات اللي حطيناها الحاجه اللي حطيناها ان هي برضو اجازه الوضع، بدل ما هي 3 شهور احنا مقترحين في القانون الجديد تكون 4 شهور. وبالمناسبه دي مش بدعه، دي يعني كل الخبرات الدوليه موجوده فيها. زي ما معالي وزيره التضامن قالت مدين ميزه اضافيه لذوي الاعاقه ان هم يكون عندهم 15 يوم اضافيه في الاجازه بالاضافه للاجازات المقرره قانونا. عندنا الحقيقه ما يسمى بالتقارير الحكميه، ان مثلا انا موظف وجيت واخدت امتياز واخدت اجازه بدون مرتب، او عرت اقعد 20 سنه بره الخدمه واخد تقارير حكمي، ده القانون الحالي بيقول كده، ياخد امتياز لمده 20 سنه ويترقى عادي، وبالتالي بيرجع تاني بيحل محل ناس موجوده
في الجهاز الإداري وتعبت ووصلت، فطبعا ده برضو من الحاجات الإضافية المهمة. الحقيقة في عدد كتير جدا من المحاور، مش عايز أطيل على حضراتكم، لكن اللي نوعد بيه إن احنا خلال الفترة الجاية لحد ما ياخد القانون مجراه التشريعي الطبيعي ومجلس الدولة كده، احنا الفترة الجاية هنتكلم عنه كتير، هنتيح بشكل عام المبادئ العامة بتاعة القانون والفلسفة اللي قام عليها القانون والفرق اللي بينه وبين القانون الحالي، بحيث إن شاء الله ناس كتير هتجد يعني احنا حاولنا نحقق المعادلة الصعبة. الحقيقة إن احنا الموظف يحس ان هو الحمد لله في افضل، يعني افضل وضع، اوضاعه افضل سواء اثناء الخدمه او بعد انتهاء الخدمه، وفي نفس الوقت نحقق رضا المواطن ان ترفع كفاءه الخدمه، تقفل باب الفساد الاداري بشكل كبير، تحد من الواسطه والمحسوبيه، تعمل اسلوب ترقي مبني. احنا عندنا مدونه السلوك الوظيفي اللي وزعناها في القانون الجديد، هيبقى ملتزم بيها الموظف العام، وهيكون من الحاجات اللي هيوقع عليها الموظف العام. الحقيقة احنا مقترحين يكون في قسم ايضا يقسمه الموظف العام قبل تأدية الوظيفة او قبل دخوله الخدمة واثناء وقبل الترقي للدرجة، لان احنا بنرفع من شأن الوظيفة العامة دي حاجة مهمة جدا، ان انت بتخدم المواطن.